اليوم نحن في معرض البوستر، ويمكن يكون الأول القطري، لأنه هنالك فنانين من محافظات عراقية اشتركوا بهذا المعرض. البوستر هو رسالة موجهة إلى المجتمع، وفي المعرض هذا 3-4 محاور. المحور الأول والمهم هو العنف ضد المرأة، وكذلك ظاهرة المخدرات وظاهرة التدخين، بالإضافة إلى أنه كوفيد 19 كان موجودا أيضا في المعرض. تقيم كليتنا اليوم معرض الملصق الوطني الأول، الذي ضم العديد من الأعمال التي حقيقة طرحت مواضيع مختلفة استطاعت أن تحاكي الواقع التربوي والصحي في عموم العراق. هذه النتاجات حقيقة تداخلت ما بين إنجازات للأساتذة والطلبة ومن جامعات مختلفة كجامعة الموصل وجامعة بغداد وجامعة بابل وغيرها من الجامعات العراقية. تضمن مهرجان الملصق الإرشادي لمجموعة كبيرة من أساتذة كلية الفنون من جامعة البصرة وجامعة بغداد وجامعة الموصل، فضلا عن أعداد طيبة من طلبتنا اللي يمتلكون مهارة عالية. هذا الملصق الإرشادي وظيفته هو توجيه وإرشاد الطلبة، أو يعتبر من أحد أنواع البوستر آرت، لأحد أنواع الفنون البصرية اللي يستخدم لتوجيه المجتمع وإبعادهم وحثهم عن عدة محاور. أول محور هو ظاهرة المخدرات، والمحور الثاني هو العنف ضد المرأة، المحور الثالث الانتباه ورعاية الطفولة بالعراق والابتعاد عن ظاهرة التسول اللي اجتاحت المجتمع، ثم ظاهرة التدخين أيضا. ما يتعلق بمعرض الملصق الإرشادي حقيقة هو البصمة الجديدة من نوعها في إقامة معرض للملصق الإرشادي، يهدف إلى توعية المجتمع بشكل عام ومجتمع الجامعة بشكل خاص من موضوعات متنوعة، منها مشاكل العنف تجاه الأطفال، تجاه المرأة، تجاه أبناء المجتمع بشكل عام، وأيضا منها مشكلة تعاطي المخدرات. حقيقة موضوع الإرشاد من الموضوعات المهمة التي نأمل أن يتسع دوره مستقبلا على نطاق أوسع مما هو عليه، ومن خلال المؤتمرات، الندوات، المعارض الفنية، من ضمنها المعرض الحالي.